الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أطلع في سماء النبوة سراجا لامعا، وأطلع من أكمام الرسالة ثمرا يانعا وقمرا منيرا. تبارك اسمه وعمت نعمه، وجرى بما كان وما يكون قلمه. أوجد الأنام من العدم، وخصهم بأشرف الرسل، وأكرمهم بسيدنا محمد نبي استخرجه الله من لؤي بن غالب، وشرفه على أهل المشارق والمغارب. سمعه يسمع صرير القلم، وبصره إلى السبع الطباق ثاقب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الآخرين، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رضي الله عن مشائخنا وعلمائنا وأصحاب الفضل علينا، وأمدنا الله بأنوارهم وأسرارهم وبركاتهم، وثبتنا على طريقتهم وحجتهم لا مبدلين ولا مغيرين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ها نحن وإياكم يا أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتواصل مع الندوات المحمدية في هذه العشية المباركة، ونستضيف في هذه الندوة المباركة وفي هذه العشية المباركة فضيلة الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري، الذي كان بالأمس قد ألقى محاضرة عنوانها تعامل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم مع السنة النبوية الشريفة تلقيا وأدابا. فمرحبا بكم وأداء، فمرحبا بكم سيدي، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، وتبوأتم إلى الجنة مقعدا إن شاء الله. حياكم الله. وفي افتتاح هذه الندوة المباركة نرجو من سيادتكم فضيلة الدكتور أن تلخصوا لنا هذه المحاضرة القيمة في بضع دقائق، فتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. ثم أما بعد، فتلخيص محاضرة الأمس يرجع إلى عدة نقاط. الأمر الأول أن دوائر علوم النبوة كثيرة ومتعددة، مما اقتضى أن تتعدد مواهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تحملها. فأعد الله تعالى أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إعدادا خاصا، بأن نوع فيهم الطبائع والعقول والفهوم التي يتقبلون بها مواريث النبوة على اختلاف صورها. فقد جاء صلوات الله وسلامه عليه بجوامع الآداب ومسالك الشريعة في باب القضاء، مما يقتضي أن ينبعث من بين الصحابة عدد من النجباء الذين تأتلف طباعهم مع دقائق أبواب القضاء، فإذا ما استنارت طباعهم بنور الوحي في هذه الأبواب فإنهم يكونون قد تحملوا مواريث النبوة إجمالا، ويكونون قد تحملوا مواريث النبوة الخاصة بهذا الباب الذي نبغوا فيه. وجاء صلوات الله وسلامه عليه بجوامع الآداب والأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى، مما يقتضي أن ينبعث من بين أصحابه من تأهلت طباعهم ومواهبهم وملكاتهم للرعاية لدقائق الآداب والمناهج النبوية في هذا الباب، وهم الذين يتحملون أمانة الإمامة العظمى بعد ذلك. وجاء صلوات الله وسلامه عليه بجوامع الآداب وأمهات المسالك المتعلقة بشؤون العسكر، مما يقتضي أن ينبعث من بين أصحابه من قد نبغوا في هذا الباب كسيدنا خالد بن الوليد وأضرابه، فيتحملون هدي النبوة في هذا الباب، التي تفضي بهم إلى أنه لا عدوان ولا طغيان ولا سفك للدماء
وأن دخول البلدان دخول سلام وعلم وائتلاف. جاء صلوات الله وسلامه عليه بمواريث نبوية شريفة تتعلق بالعلوم مما يقتضي أن يخرج من الصحابة علماء. جاء صلوات الله وسلامه عليه بمواريث نبوية شريفة تتعلق بالمواعظ والخطابة مما يعني أن يخرج من الصحابة من ينبغون في هذا الباب ويتحملون مواريث النبوة فيه. فلما أن عدد الله تعالى في جناب النبوة الأعظم دوائر العلوم اقتضى هذا أن تتعدد مواهب الصحابة في التحمل. وهذا الذي يفسر لنا الأحاديث الشريفة في أنه أفرضكم زيد وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام فلان، مما يشير فيه صلوات الله وسلامه عليه إلى بناء المواهب والكوادر العلمية في أصحابه من بعده. فإذا أحببنا أن نتكلم عن تحمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم للهدي النبوي، فينبغي أن يكون هناك قدر من التفصيل في كيفية تحملهم لمواريث النبوة في باب القضاء، وكيفية تحملهم لمواريث النبوة في باب الإفتاء. فخرج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أفتى في زمانه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر في غاية العجب، إذ زمانه صلوات الله وسلامه عليه هو زمان الوحي الذي لا يتكلم فيه في دين الله تعالى إلا بوحي شريف على يده صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يأتي أحد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ثم يجتهد ويستنبط ويفتي، هذا شيء عجيب وقد وجد في زمان النبوة 8 أحصاهم العلماء وجمعهم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في قوله: لقد كان في عهد النبي جماعة يقومون بالإفتاء قومة قانتي، فأربعة أهل الخلافة معهم معاذ أبي وابن عوف بن ثابت. فهؤلاء الصحابة القائمون بالإفتاء هم الذين تحملوا آداب النبوة في باب الفتوى، ومنهم استفاضت علومها في الأمة من بعد. فمفتاح محاضرة أمس، مفتاحها ومدارها في الحقيقة على شدة الانتباه إلى ما جمعه الله تعالى من دوائر العلوم في مواريث النبوة، مما اقتضى دوائر من الصحابة في تحمل تلك العلوم المتعددة. وقد برز هذا تطبيقا وتحقق على أرض الواقع، فوجد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم القادة الذين يقفون في مقام الإمامة العظمى كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ووجد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كانوا قادة للجيوش كسيدنا خالد ابن الوليد وسيدنا سعد ابن أبي وقاص وجماعة، ووجد من الصحابة من كانوا ولاة للأقاليم والأمصار، ووجد من الصحابة من كانوا فقهاء يستنبطون الفقه، ووجد من الصحابة من كانوا حفاظاً ينقلون الأثر، ووجد من الصحابة من كانوا عباداً متألهين لهم إقبال زائد على الله تعالى. فتعددت فرق الصحابة وطوائفهم باختلاف مواضع نبوغهم رضي الله تعالى عنهم، ليأخذ كل فريق حظاً من العلوم ينهض به. ثم إنهم رضي الله تعالى عنهم في ذلك التحمل كانوا يسلكون عدداً من المسالك، ما بين شدة الوعي والترقب والملاحظة والتسجيل والتوثيق لهدي النبوة، وما بين الكتابة والتدوين حتى برزت صحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما بين الرحلة في جمع الحديث وسماعه، وما بين عناية بالحفظ والتثبت والمراجعة. فكانوا رضي الله تعالى عنهم يسلكون المسالك العجيبة التي تكفل الرصد والتسجيل والتوثيق لهدي النبوة بتمامه، حتى إن العلامة السيد سليمان الندوي
قد جمع كتابا مهما أوصي الحاضرين من طلبة العلم بقراءته، اسمه الرسالة المحمدية، وكان مجموعة محاضرات ألقاها كمثل هذه المجالس في الدروس المحمدية، 8 محاضرات تكلم فيها كلاما بديعا عن الرسالة المحمدية، وأن ما وفره الله تعالى وهيأه من الحفظ والتسجيل والتوثيق والنقل لكل ما صدر من الجناب النبوي لم يقع مثله ولا قريب منه لأي عظيم من عظماء البشر أبدا. فخذ عندك سيدنا موسى عليه السلام، وهو النبي العظيم من أولي العزم من الرسل، إذا جمع ما نقل عنه في التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة فإنه لا يصور لنا إلا مقدار 3 سنوات من عمر سيدنا موسى فقط، مواقف محددة، مواقف معدودة. لكن أين هدي سيدنا موسى في شؤون القضاء؟ أين هدي سيدنا موسى في شؤون الإفتاء؟ أين هدي سيدنا موسى في مسالك الأخلاق وتزكية النفس؟ أين هدي سيدنا موسى في معاملة أزواجه؟ أين هدي سيدنا موسى في خطبه؟ مات كل هذا لأن أصحاب سيدنا موسى لم ينهضوا به، لم يسجلوه، لم يحفظوه، لم تكن هناك الأسانيد، ما كانوا يتواصون بحفظ هذا الهدي ونقله إلى الأجيال. والسبب في هذا أن الله تعالى ما أراد لرسالة سيدنا موسى عليه السلام أن تكون الرسالة الخاتمة العامة الشاملة، بل جاء برسالة محددة إلى بني إسرائيل خصيصا. لكن لما أن كانت الرسالة المحمدية رسالة خاتمة عامة عملية تاريخية مفصلة تقدم للبشرية هدي النبوة في شؤون الزواج والطلاق والنوم واليقظة والسلم والحرب والمأكل والمشرب والرسل إلى الملوك والعلاقات الدولية وشؤون الجنود والعلاقات الدبلوماسية وتزكية النفس والسير إلى الله وسائر الشؤون والأمور، فقد هيأ الله تعالى بواعث الصحابة وأوقد فيهم الهمم للحفظ والتوثيق والتحمل والرعاية لكل ما يصدر عن الجناب النبوي العظيم، حتى يحفظ الوحي في الجيل الأول لينقل منه إلى الجيل الثاني ليظل مضبوطاً مصوناً محفوظاً سارياً في أجيال الأمة إلى يوم القيامة، ليتحقق بهذا مراد الله تعالى من أن هذا الدين هو الدين الخاتم وهو الدين الأخير وهو الدين العام الشامل لكل شؤون البشر. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد بالغوا في الأداء والتوريث والنقل وتوريث الهدي من جيل إلى جيل، لأنهم علموا أن هذا الهدي ما كان مقصوراً عليهم، إنما اؤتمنوا عليه لينتفعوا به وليؤدوه إلى الأجيال من بعد. كان هذا ملخصاً لمحاضرة الأمس، ولعله أن يكون وافياً بجمع شتاتها وأطرافها. ويسرني أن أستمع ما عندكم من سؤالات ومناقشات وتعليقات ومداخلات وخواطر، لعل سؤالاتكم أن تلفت الأنظار إلى جزئية نزيدها توضيحاً أو أن تسلط الضوء على جانب نزيده بياناً، فأستمع منكم ما عندكم. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، حفظكم الله. وأول سؤال، نعم، يقول صاحبه: نشكر فضيلتكم سيدي على محاضرتكم القيمة، ومما استفدناه منها هو همة ساداتنا الصحابة رضي الله رضوان الله عليهم في التلقي والأداء، نعم، وشدة التثبت في ذلك. نعم. يقول صاحب السؤال: فهل يعتبر الإسناد الذي خص الله سبحانه وتعالى به هاته الأمة هو امتداد لتلك الهبة العالية وشدة التثبت من ساداتنا الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا سؤال نبيه ويكشف عن عقل متألق، لأن هذه هي الحلقة الثانية
من بعد ما رأيناه مما هيأه الله تعالى لهذا الدين في الجيل الأول من الحفظ والتثبت والوعي والإلمام والإحاطة والائتمان على كل ما يصدر عن الجناب النبوي، كانت هذه هي الحلقة الأولى. ولو اقتصر الحفظ والتوثيق والتسجيل على الجيل الأول لوقف الدين عندهم ولكان الدين خاصا بهم، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا أن ما هيأه الله تعالى لهم من تلقي الهدي النبوي بكماله إنما المقصود به بعد أن ائتمنوا ووفقوا لتسجيله وتوثيقه، إنما المقصود أن يقوموا بنقله. ثم أوصوا تلامذتهم من التابعين أن هذا الدين ما كان ملكا لنا ولا لجيل بعينه، بل هو هداية الله تعالى للبشر إلى يوم القيامة، فكل ما تهيأ لنا حفظه وتوثيقه من مواريث النبوة فإنه لا يعم نفعه ولا تتم فائدته إلا بأن يظل هكذا منقولا جيلا من وراء جيل إلى يوم القيامة، حتى يجد كل جيل فيه حظه من الخطاب بالهداية. فنشأت فكرة النقل والتحديث والرواية واستفاضت. ويقول السيد سليمان الندوي وهو آخذ له من كلام الحافظ ابن حجر: إن ما هيأه الله تعالى من الهمم النجيبة والحوافظ الخارقة للجيل الأول قد انتقل من الاهتمام بالمروي إلى الاهتمام بالراوي. إذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم جيل دين وأمانة وعدالة وصدق وموثوقية، لكن كيف يظل الهدي منقولا جيلا من وراء جيل من غير أن يزاد فيه أو ينتقص منه، ومن غير أن تتلاعب به العقول التي تتفاوت في الحفظ قوة وضعفا؟ فلربما سمع الواحد حظا من الهدي وهو صادق في إرادة بلاغه، لكن خانه حفظه، اخترم ضبطه، اختلط تحمله، فكيف نضمن أن يصل الهدي جيلا من وراء جيل سالما من شوائب الخلل والتصحيف والعلل واختلال الضبط واختلاط الحفظ؟ كيف نصونه من تلك العوارض بمقاييس دقيقة نقدية انتقائية فيها إلهام عجيب لمسالك ضرب هذا المحفوظ بعضه ببعض، واختبار أداء الرواة ومعرفة ديانتهم وحفظهم وعدالتهم وشيوخهم وتلامذتهم ومقدار مسموعهم وكيفية أدائهم وتلقيهم، حتى نضمن وفق عدد من المقاييس الدقيقة أن الهدي ظل ينقل جيلا من وراء جيل من غير أدنى دخل، من غير أن يزاد فيه حرف أو أن ينقص منه حرف، لأنه وحي شريف حجة ألقاها الله لعباده. ومع استمرار هذا الأمر تبلورت ونشأت فكرة الإسناد، ثم نشأت علوم الجرح والتعديل، وما زالت تلك العلوم تزداد دقة وحدة ومعيارية ونفاذا، حتى صان الله تعالى بها الوحي الشريف واستفاضت بها تلك هذه العلوم العجيبة. الإسناد الذي لم يوجد في أمة من الأمم من قبل أبدا، ما عرفت أمة من أمم البشر فكرة الإسناد وأن ينقل الهدي جيلا من وراء جيل، بحيث يسمى في كل جيل سلسلة الرجال وإن طال السند. لا يعرف أبدا في تاريخ البشر أن أمة سجلت في كل طبقة أسماء الرواة والنقلة وهيئات الأداء وكيفيات التحمل، وفتحت الأمة لكل راو سجلا. في كتب الرجال تجدون فيه عن هذا الراوي اسمه ونسبه وكنيته ومولده ووفاته،
ثم تجدون أسماء شيوخه وأسماء تلامذته، ثم تجدون تحديد سنوات رحيله، ومن لقي في كل رحلة، وماذا سمع في كل لقاء، ما مقدار ما سمع من الكتاب، وما مقدار ما فاته، ثم تجدون كلام النقاد في ضبطه وحفظه ونقده ومعرفته، حتى صنع علماء الإسلام ذلك في 500,000 رجل من الرواة. فلا تجد سنداً كلمة من الكلام النبوي إلا وهي متربعة على قمة عدد من السلاسل والأسانيد، وعندنا عن كل سند سجلات موثقة عن رواته وأعيانه ومقدار ضبطهم وكيفية تحملهم وأدائهم. مثل هذه الحركة العلمية العجيبة ما وجدت في تاريخ البشر إلا في هذه الأمة، إذ لما أراد الله تعالى أن يحفظ على البشرية نصوص الوحيين، هيأ الله تعالى البشر لاستخراج هذه المعارف وهذه العلوم النقدية الدقيقة، مما يبين لنا كيف صان الله وحيه وحفظ دينه، وكيف تحقق في مسار العلوم تحقيق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأرجو أن تكون هذه الشذرات المقتضبة وافية ببيان المعنى المراد. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. شيخنا الفاضل، ذكرتم في محاضرتكم القيمة بارحة لما تكلمتم على فئات الصحابة، ذكرتم أن من ساداتنا الصحابة علماء. نعم. وذكرتم أن من ساداتنا الصحابة كذلك محدثين. نعم. وأن أكثر المحدثين الذين حدثوا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو سيدنا أبو هريرة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله. يقول السائل: ما هي العلة أو السر في أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه روى أكثر من سادتنا الصحابة الذين لازموا سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طويلا؟ ومعلوم أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لم يلازم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كملازمة سيدنا أبو بكر الصديق أو سيدنا عمر أو غيره. ما السر في ذلك؟ هذا سؤال مهم ويتكرر كثيرا، لا سيما وأن بعض التيارات والفئات تتهجم على سيدنا أبي هريرة بمثل هذا الكلام، ويثيرون حول سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لغطاً وجدلاً وتشكيكاً. والسبب في هذا غياب العلوم الدقيقة التي إذا انتشرت وتداولتها مجالس طلاب العلم تبددت تلك الشبهات. ولذلك فانتبهوا معي واسمعوا، لأن ما سألقي به إليكم مهم ودقيق، وأرجو أن تحفظوه وأن تتحدثوا به بين طلاب العلم. فقد كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول: وليفش العلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. انتبهوا يا جماعة الخير، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كم سنة لزم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟ العمر النبوي كله، مدة البعثة 23 سنة. بعث صلى الله عليه وسلم على رأس 40، وانتقل إلى الرفيق الأعلى على رأس 63، مدة البعثة 23 سنة. ما فارقه الصديق رضي الله تعالى عنه أبدا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. مدة البعثة 23 سنة، والصديق رضي الله تعالى عنه لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نستطيع أن نقول إن كل كلمة من كلام النبوة عبر 23 سنة وعاها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. سيدنا علي بن أبي طالب كم سنة لزم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد تربى في حجره صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول من أسلم من الصبيان، ونشأ في حجر النبوة، وكان صلى الله عليه وسلم يربيه، وظل مع المصطفى صلى الله عليه وسلم بقية العمر، وتزوج السيدة البتول فاطمة،
فما من كلمة من كلام النبوة تقريبا إلا وقد وعتها أذن سيدنا علي بن أبي طالب. ثم يأتي سيدنا أبو هريرة الذي أسلم سنة 7 عام خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل في 11 من الهجرة، يعني ما زادت مدة ملازمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم على 4 سنوات، وأبو بكر الصديق 23 سنة مدة البعثة ما فارق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي تولد منه الإشكال عند بعض الناس، إذا كان الصديق قد لزم النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ما فارقه وما تفلتت كلمة من كلام النبوة من أذن الصديق، ثم نجد أن ما يرويه أبو بكر الصديق 110 حديث، وأن ما يرويه أبو هريرة 5374 حديث، كيف يكون هذا؟ حتى بدأت بعض التيارات تتهجم على سيدنا أبي هريرة وتكذبه أن الصديق الذي لازم المصطفى صلى الله عليه وسلم 23 سنة جملة مروياته 110، وأبو هريرة الذي ما لازم إلا 4 سنوات يروي 5000 حديث وهو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. هذا بيان الشبهة من أين نشأت. ثم اسمعوا الجواب الذي خفي على الناس فمكن للشبهة في عقولهم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كان على صفتهم من كثرة الملازمة وقدم الصحبة هم أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حديثا على الإطلاق، وأكثر من أبي هريرة على الإطلاق، إلا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنوات، والعلم متوفر والصحابة كلهم متوفرون، وما نشأ من التابعين إلا قليل، مع انشغال أبي بكر الصديق بشؤون الإمامة العظمى والخلافة الكبرى، فلقصر المدة ولشيوع العلم ولانشغاله بأعباء الخلافة لم يجد داعياً لأن يحدث بما يعي، إذ كل الحاضرين شهدوا معي زمن النبوة، لا حاجة بي إلى أن أحدث، ولو احتاج الناس إلى شيء من التحديث فغيري من الصحابة حضور وعندي شؤون الأمة. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة تحملاً وحفظاً، لكنه أقلهم أداءً وتحديثاً، لتقدم المدة ولشيوع العلم في زمنه ولانشغاله بأعباء الخلافة. فلما أن انقضى زمن أبو بكر الصديق وانقضى زمن عمر بن الخطاب الذي لقي ربه شهيداً 23 هجري، وانقضى زمن سيدنا عثمان بن عفان في 35 من الهجرة، وانقضى زمن سيدنا علي بن أبي طالب 40 من الهجرة، ومضى على زمان النبوة 1 و2 و3 و10 و20 و30 و40 و50 سنة، وماتت أجيال الصحابة الأولى ونشأت أجيال في الإسلام من التابعين بينها وبين النبوة زمن، وماتت أجيال الصحابة الأولى، اشتدت الحاجة عند متأخر الصحابة أن يستكثر الواحد منهم من التحديث بما حفظ وإن كان أقلهم تحملاً. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة على الإطلاق حفظاً للحديث وأقلهم تحديثاً، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أقل الصحابة تحملاً، إلا أنه أدى كل ما سمع. ولو أن الصديق رضي الله تعالى عنه قد تأخرت به المدة 60 أو 70 سنة بعد زمان النبوة وحدث بكل ما وعى، لكان جملة ما يحدث به الصديق 100,000
أو 200,000 أو 300,000 حديث، وأبو هريرة تحدث 5,000 لتأخر زمنه ولنشأة الأجيال التي ما وعت العلم ولاشتداد الحاجة إلى ما عنده. ولو أن أبا هريرة قد تقدمت به الوفاة إلى سنة 7 هجري، السنة التي أسلم فيها في زمان النبوة، لو تقدم به الزمن إلى أن توفي مع أبي بكر الصديق لما كان قد حدث إلا 4 أو 5 أحاديث، لأن غيره أولى بالحديث منه. إذن انتبهوا يا جماعة أن هذا الإشكال باطل من أساسه، نشأ من غياب ما كان في زمن الصحابة من شؤون. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يظن البعض أنه ما دام قد حدث 100 حديث و10 أن هذا كل ما تحمل ووعى. أبدا، لو حدث أبو بكر الصديق بكل ما تحمل لكان حديثه 100,000، 200,000، 300,000، إذ كل كلمة نبوية سمعها على مدى 23 سنة حديث، كل فعل رآه حديث، كل تصرف رآه حديث. فمن ذا الذي يدعي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر حديثاً من الصديق أبي بكر؟ أبداً، ولا يقارن ما عند أبي هريرة بما عند الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى وإن كانت 5,000 أو 10,000 حديث. إنما الشأن أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما حدث مما حفظ إلا بأحاديث معدودات لشدة شيوع العلم في زمنه، وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه تأخر به الزمن إلى 58 من الهجرة وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 45 سنة. ثم بدأت تأتي أجيال من التابعين تسأل وتتحمل، فما وجد بدا من أن يحدث. والدليل على أن هذا هو المعنى المقصود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كثر تلامذته من التابعين كثرة لا تعرف لغيره من الصحابة. لو جمعنا كل حديث ورد عن أبي بكر الصديق ورأينا من الذي تحمله عنه من التابعين، سنجد أن تلامذة سيدنا أبي بكر الصديق لا يزيدون على أفراد معدودين، لتقدم الزمن ولأعباء الخلافة ولوفرة العلم كما قلنا. أما سيدنا أبو هريرة فلما أن مات أكثر الصحابة وعرف هو بالرواية، تداعى طلبة العلم من الأقطار للرحيل إليه والسماع منه، حتى صار تلامذة أبي هريرة ممن رووا عنه 800 نفس، بينما تجد مثلا تلامذة سيدنا عثمان بن عفان 30 أو 40 نفسا. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما أتى من عند نفسه بشيء، إنما تأخر الزمن واحتيج إلى ما عنده فحدث بما وعى. ولو حدث الصديق بما وعى لكان 100 ضعف مما حدث به أبو هريرة أو أكثر. ثم إن الذي يبين لكم هذا 5,000 حديث، كل حديث منها كم سطر؟ إذا أخذنا الأحاديث النبوية التي يرويها أبو هريرة، كل حديث منها كم سطر تقريبا؟ سطر، سطران، يعني 5,000 حديث تكون كم صفحة تقريبا؟ 300 صفحة. أيستكثر على رجل أن يؤدي وأن يحفظ 300 صفحة؟ كتاب الجامع الصغير للحافظ السيوطي المطبوع في مجلد رقيق الحجم في 300 صفحة فيه 10,000 حديث. أتستكثرون على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يعي من السنة ما لو قيد مفردا لا يزيد على 150 صفحة، هي جملة 5,000 حديث؟ إذن لماذا كان حجمها كبيرا في مسند أحمد؟ لأنه بجوار كل حديث سنده. جردوا العبارات النبوية التي أداها أبو هريرة في أوراق، ستجدونها في 200 صفحة، في 300 صفحة. أتستكثرونها على أبي هريرة؟ هذا جملة الجواب عن قضية كثرة الحديث عند أبي هريرة، وأرجو أن تكون هذه المعاني قد أسهمت في توضيح المعنى، والأمر يحتمل مزيد مقال لكن المجال لا يحتمل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل على هذه المعارف. سؤال آخر سيد الشيخ يقول:
سائل: ذكرتم في محاضرتكم القيمة البارحة قول الإمام الرمى هرمزي رضي الله عنه بأن سادتنا الصحابة الكرام نقلوا في مناهجهم أحوال سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلها مع اختلاف الظروف واختلاف المناهج. نعم. ونحن في هذا العصر الذي كثرت فيه المنازعات الفكرية والعقدية، فليتكم تحدثون عن تعامل سادتنا الصحابة، يقول سائل: ليتكم تحدثون عن تعامل سادتنا الصحابة مع المناهج الفكرية التي ورثوها من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باب مهم، لأنه يقتضي منا شؤونا من الوعي والفهم. يا معشر طلبة العلم، النصوص الشريفة، نصوص الوحيين الشريفين بين أيدينا كما كانت بين أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنه، ما نقص منها شيء، ما زيد فيها شيء، هذا دين محفوظ، وحي مصون. فبين أيدينا مفاتيح الفهم عن الله كما كانت بين أيديهم، إلا أن الفارق ما بيننا وبينهم رضي الله تعالى عنهم أنهم قد تم تدريبهم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كيفية فهم واقع زمانهم وإدراك ما يجري فيه وتنزيل نصوص الوحيين عليه، فبرعوا رضي الله تعالى عنهم في استحضار النصوص واستخراج معانيها التي يتعاملون بها مع أحوال زمانهم. وإنما يوفق العالم أو القائم بالدين والهدي، لا يكاد يحصل له التوفيق إلا بثلاثة أمور لا بد منها: أولها أن يكون متضلعاً ممتلئ الوفاض من معين النبوة، من نصوص الوحي، من معارف الدين. فالمدرك الأول شدة تمكنه من معالم الشرع، أنه شديد الأنس والغوص والمعايشة على معاني الشريعة ومقاصدها وأحكامها ونسقها، وهذا ثلث العلم. الثلث الثاني من العلم أن يكون شديد الإدراك والمتابعة والوعي والترصد لواقع زمانه، ما الذي يجري فيه، ما الذي يحركه من فلسفات ومقولات وتيارات وعقائد وأنماط معيشة وتدافعات بين البشر، إذ كلما اختلف إدراك الإنسان للواقع اختلف حكمه عليه. فلا بد للعلماء في سائر الأزمان من جيل الصحابة فما بعد من شدة الإدراك للوحي والتضلع منه، وشدة الإدراك العميق لواقع زمنه، ثم من كيفية الربط بينهما. ومثل إدراك واقع الزمان كمثل رجل يريد أن يبني بيتاً على قطعة أرض من غير أن يعرف تلك القطعة من الأرض، ما تضاريسها، ما هيئتها، ما شكلها، ما مساحتها، ما أبعادها، فكيف يتهيأ لي أن أشيد من النصوص ومن الشرع بناء على واقع لا أفقهه، لا أعرفه، لا أتصوره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك فإن علماء المعمار والهندسة يقولون إنه قبل البناء وقبل رفع الأركان والجدران لا بد من أن يقف المعماري على الأرض التي يريد بناءها ليرى واقعها على ما هي عليه. هل هي أرض صخرية؟ هل هي أرض سبخة؟ هل هي أرض لينة تسيخ بالبناء؟ هل هي مربعة؟ هل هي مثلثة؟ حتى أعرف كيف أبني على واقع الأمر. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أكمل الناس غوصاً على علوم الوحي
ومن أكمل الناس إدراكاً لواقع الزمن، ومن أكمل الناس اقتداراً على إلحاق واقع العصر بأنوار الوحي. فتحققت لهم معالم الدين الثلاثة: الأصل والوحي، الواقع والربط بينهما. نحن في زماننا إذا أردنا أن نقتدي بهم فإننا أقل منهم تضلعاً من الوحي، ونكاد ألا نعرف الواقع ولا نحسن الربط بينهما. ثم يأتي إنسان منا بعد ذلك ليدعي أنه يأخذ بهدي الصحابة، والإمام الزركشي في البحر المحيط يقول: إن إلحاق وقائع زماننا بأقضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحته غور هائل، إذ ربما كانت أحكامهم على زمانهم منوطة بأمارات ومقاييس وعلل ومدارك لا تكون متوفرة في واقعة زمننا فنلحقها بغير أصلها. فهذا يحتاج إلى بصيرة شديدة ووعي عميق بالوقائع التي يلحق بعضها ببعض حتى نسحب الأحكام من زمانهم على زماننا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه شديد الاعتناء بذلك، كان يفتش في زمنه عن واقع زمانه حتى أرى كيف أتقن تنزيل الوحيين على واقع زماني كما أتقن الصحابة تنزيل الوحيين على واقع زمانهم، وحتى لا أحفظ عباراتهم لأنزلها على واقع معاصر قد اختلف، ولو كانوا هم أحياء في زماننا لقضوا فيه بخلاف ذلك. فكان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يعتني بشيء يسميه أيام الناس. ما أيام الناس؟ أيام الناس معناها معرفة ما يجري في واقع الناس من ملاحم وحروب وعقود وبيوع وأنكحة وأنماط معيشة وتيارات فكرية واعتقادية، حتى أعرف كيف أستخرج من الوحي الشريف ما يسعف هذا الواقع بوحي الله فيه وبمراد الله منه. فكان الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: أقمت 20 سنة أطلب أيام الناس أستعين بذلك على الفقه، إذ لا بد في الفقه من أن ينغمس في واقع الناس ليدرك ما يجري بينهم من صور العقود وأنواع المعاملات والمعاملات المالية والاقتصادية وأحوال المجتمع، حتى إذا ما أدركت الواقع على ما هو عليه فإني أنطلق إلى الوحي لأتفكر فيه لأستخرج منه ما يناسب هذا الواقع، لأقوم بواجب زماني كما قاموا بواجب زمانهم. والإشكال الذي يقع الآن أن تستدعى بعض أقضيتهم وعباراتهم التي نزلوها على واقع محدد في زمانهم لتنزل على غير الواقع الذي عالجوه. وابن القيم رحمه الله والإمام القرافي رحمه الله في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ينهيان عن ذلك أشد النهي، أن ينطلق رجل إلى ما هو مودع في الكتب من الفقه والأقضية لينزله على واقع زمنه من غير تثبت، هل هو عين الواقع الذي عالجوه واستخرجوا له الحكم، أو أن هذا الواقع قد اختلف مما يقتضي استخراج حكم جديد من معين الوحي. هذا باب دقيق وصعب ويحتاج إلى دراسة موسعة لعلم أصول الفقه ولعلم مقاصد الشريعة وإلى إدراك الواقع وإلى تقنينه. الواقع من حولنا مكون من 4 عوالم: عالم الأشياء، عالم الأشخاص، عالم الأحداث، عالم الأفكار، ولكل عالم منها منهج لاستكشافه. فعالم الأشياء له المنهج التجريبي، عالم الأحداث له المنهج الحديثي الخبري النقدي، عالم الأفكار
له منهج العلم المنطق وعلوم الكلام، فيوصلنا هذا إلى قول الإمام السعد التفتزاني في أول العقيد في أوائل شرح العقائد النسفية، وهو عبارة الإمام النسفي: إن مدارك العلم ثلاثة: الحس والخبر والنظر، إذ كل مدرك منها يستكشف عالما. يا جماعة الخير، هذا الذي أقوله لكم من البحوث المتفرقة العميقة هو الذي يصنع العالم الذي يستطيع أن يقوم في زمانه كقيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمانهم. وبدون هذه الأدوات والعلوم يتحول الواحد منا إلى رجل يردد عباراتهم ويعجز في الوقت نفسه عن تنزيل دين الله إلى واقع البشر، فيضل ويضل، ونسأل الله السلامة، والله تعالى أعلى وأعلم. سيدي الشيخ، في ختام هذه الندوة المباركة نخرج قليلا عن المحاضرة، نعم، لكن دائما في السنة النبوية الشريفة، نعم، في هذا الزمان كثير من الناس يتجرأ على أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمنهم من يصحح ومنهم من يضعف أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنهم من أخذته الجرأة يتجرأ على كتاب الإمام البخاري أو إمام مسلم رضي الله عنهما ويضعف بعض الأحاديث الموجودة فيهم، فما قولكم في هذا؟ ونرجو من سيادتكم أن تذكروا لنا متى انتهى تصحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله قد سلك في صناعة كتابه مسالك حديثية صناعية فنية دقيقة في غاية العمق والأصالة والرسوخ، إذ كان رحمه الله تعالى يحفظ 300,000 حديث صحيح وما ليس بصحيح كثير، يعني محفوظه واسع جدا، من فئة الأحاديث الصحيحة فقط يحفظ 300,000، وما يحفظه مما ليس بصحيح أضعاف ذلك، ويحفظ لكل حديث سلاسل أسانيده ورواته ورجاله، ويعرف جرحهم وتعديلهم، ويعرف ضبطهم وسماعهم، ويعرف شيوخهم وتلامذتهم. فالإمام البخاري رحمه الله كان يشتمل على مئات الألوف من الأسانيد والسلاسل والأسماء والأنساب والألقاب والمتون والألفاظ والعلل، يسبح على بحر من هذه العلوم الكامنة في ذهنه، وقد عرض علومه على خبراء هذه الصنعة في زمنه كأمثال إسحاق بن راهوية وكأمثال الإمام علي بن المديني. وإذا قلت علي بن المديني في زمانه كأني أقول اليوم رجل يدرس الفيزياء ويعرض بحوثه مثلا على أحمد زويل أو على ألبرت أينشتاين أو على ستيفن هوكينج من كبار عباقرة العالم في العلوم الفيزيائية. إذا قلت لك إنني قد تتلمذت على هذه الكوكبة وشهدوا لي بالعبقرية والبراعة وهذه شهاداتهم بين يديك، لا يجرؤ أحد أن يشكك بعد ذلك في مصداقيتك، لأن الشهادة كانت من خبراء العالم في هذه الصنعة. فالإمام البخاري بعد هذا المحفوظ الهائل كان يجلس لشيوخه ويعرض صنعته وفهمه على خبراء صنعة الحديث في العالم في زمانه من الأئمة البارعين والحفاظ الناقدين وأئمة علل الحديث. وبعد استجماع هذه الشروط شرع يؤلف الصحيح، فكيف انتقى أحاديثه من بين 300,000 حديث صحيح؟ جلس 16 سنة يدرسها ويغربلها ويقارنها ويقابلها، ولا يزال يجري علومه وآلاته النقدية عبر 16 سنة حتى انتقى من 300,000 حديث 7,000 حديث أودعها في الصحيح.
فكان ينظر في الحديث، يأخذ الحديث من الأحاديث، ثم لا يزال يستنفر ذهنه وحفظه وعقله في هذه الألوف المؤلفة من الأسانيد حتى يحصر في ذهنه كل سند يتعلق بهذا المتن، فإذا به يروي هذا الحديث بسبعين سنداً أو ثمانين سنداً. طيب، السند الأول سلسلة سمعت بها الحديث عن من سمع يشتمل السند الأول على أربعة أو خمسة من الرواة، فيأخذ كل راو ثم يحصر في ذهنه كل حديث وجد في سنده هذا الراوي، فيجد أن هذا الراوي ذكر في سند 600 حديث أو 100 حديث أو أكثر أو أقل، فيرى هذا الراوي كيف أدى سائر أحاديثه وكيف أداها أقرانه في السند، فيسفر البحث عن أن هذا الراوي قد ضبط في 600 حديث 590 فيكون ضابطاً، من بين 100 حديث وجد هو في سندها أصاب ووافق غيره من الرواة في 99 فيكون هذا الراوي ضابط حافظ، قد وافقت روايته رواية الأثبات الثقات، ولا يزال يتصفح سائر رجال الأسانيد وينظر في كل ما رووه ويقابل مروياتهم جميعا بعضها ببعض حتى يسفر بعد هذا البحث الخارق أن هذا الحديث الأول قد وصل إلينا عبر الأجيال وطبقات السند على أبلغ وجوه الأمانة والضبط والحفظ والتلقي والأداء. ثم بعد أن يستقر عن انتقاء هذا الحديث بعد أسابيع وأيام من التحري والتفتيش مع الحفظ الخارق، فإنه لم يكن يركن إلى نتيجة صنعته، بل كان يتوضأ ويصلي ركعتين يستخير الله أأدخل هذا الحديث في كتاب الصحيح أو لا، رغم أن الصنعة العلمية البحتة قد أسفرت عن أنه مستوف لأعلى شروط الصحة والقبول. استمر الرجل 16 سنة على هذه الصنعة، وبعد أن صنع الصحيح بهذه الطريقة وقع كتاب الصحيح بين أيدي كبار الحفاظ والنقاد ممن لا يقلون عن البخاري صنعة في الحديث في سائر آفاق الدنيا. كم رجل سمع الصحيح من البخاري؟ 90,000 كما يقول الفربري تلميذه وراوي صحيحه، 90,000 من آفاق الدنيا، من الأندلس إلى بلاد الحجاز إلى العراق إلى حضرموت إلى أوائل بلاد الترك إلى ما وراء النهر. فصار كل راو ممن سمعوا الصحيح يأخذ نسخته ويرحل بها إلى بلده، وفي بلده محدثون وحفاظ لا يقلون صنعة عن البخاري، حتى يقع صحيح البخاري في يد جهابذة صنعة الحديث في المشارق والمغارب من طبقة أقرانه فما دون. فلما أن يقع الصحيح في طبقة أقران البخاري وكلهم يحفظون ما يحفظ، فإنهم ينظرون في الصحيح ويتأملون المواضع الدقيقة الصعبة الشائكة، فيرون أنه قد حرر فيها غاية التحرير، فيسفر النظر في سائر المدارس الحديثية في المشرق والمغرب أن كل واحد من كبار المحدثين يقول لمن حوله: نظرت في الكتاب واختبرته وسبرته فتبين لي أنه في الدرجة العليا من الدقة. فيطمئن أهل تلك الناحية إلى هذا الكتاب، حتى شاع بالتدريج في المشارق والمغارب أن خبراء الصنعة من بعد البخاري نظروا في كتابه واختبروا دقة صنعته، حتى أسفر الأمر عن أن عشرات ومئات الألوف من الحفاظ والمحدثين من بعد البخاري كلهم نظروا في الكتاب فشهدوا أن الكتاب في الدرجة العليا من الدقة والتوثيق. فهذا معنى التلقي بالقبول، ليس معناه مجرد الشيوع والاشتهار للكتاب، بل إن التلقي بالقبول حركة علمية نقدية صناعية انتقائية
نظر بها خبراء العلم في كل ما تنتجه الأمة من المذاهب والمؤلفات والتصانيف والرجال والعلماء، حتى يقع من الأمة الإقرار لهذا المنتج كتاباً أو مذهباً أو شيخاً أو إماماً بأنه استوفى شروط العلم ودقق في صناعته، فيسمى هذا تلقياً بالقبول، وهو ليس مجرد انتشار وشهرة، بل حركة علمية نقدية لا تقر أحداً أبداً على خطأ. حتى لقد كان علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني، يقول: إن أبي في الحديث ضعيف. وكان أبو داود صاحب السنن يقول: ابني أبو بكر كذاب. فبلغوا من التجرد أنهم رأوا أنهم لا يتساهلون مع أحد في صنعة الحديث. فإذا نظر أولئك في صحيح البخاري من أهل الصنعة، فإنهم رجعوا يخبرون بأن الرجل قد بالغ في التجويد واستوفى من دقائق الصنعة ما جعل كتابه مرضياً عندنا، ومرضياً في المدرسة الحديثية في الأندلس، ومرضياً في المدرسة الحديثية في المغرب، ومرضياً في المدرسة الحديثية في العراق، من جهابذة صنعة الفن. فيا جماعة الخير، هذه الجهود والمناهج والعلوم والتحريرات المتعاقبة هي التي سميت عندنا في الأخير صحيح البخاري. فلا يظنن أحدكم أن صحيح البخاري ألفه رجل مثلي ومثلكم ثم ألف الكتاب وتركه للناس ومضى، كما نرى الآن في الكتاب مثلا أن الواحد يؤلف الكتاب ويطبعه ثم نقرأ فنجد أنه مليء بالاختلاط والخبل والخبط والرزع. أبداً ما كان الأمر هكذا. فلا يقيسن أحدكم صحيح البخاري على المألوف من التأليف في هذه الأزمان، بل إن صحيح البخاري محوط من نواحيه بعقول عشرات الألوف من الحفاظ الذين نقدوا وحرروا وشهدوا بأنه في غاية الإتقان والدقة، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم شيخنا. في ختام هذه الندوة المباركة، نود من شيخنا أن يختم لنا هذه الندوة المباركة بدعوة مباركة، ليتفضل. شكر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم إنا نسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك، الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا استعطيت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا استرضيت به رضيت. ونسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعل القرآن حجة لنا يا رب العالمين. اللهم ثبت القرآن في قلوبنا تثبيتا، ومكنه في أفئدتنا تمكينا، وأجله على ألسنتنا من حفظنا طريا غضا كما أنزل. اللهم بلغ بنا دينك، وعلمنا مرادك من كتابك، وارزقنا الأدب معك، وافتح لنا فتوح العارفين بك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأقمنا في مقام الوراثة المحمدية الكاملة مع كمال اللطف والعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم الطف بالمسلمين وأغث المسلمين. اللهم اجعلنا من أرحم الأمة بالأمة، ومن أبرك الأمة على الأمة، ومن أنفع الأمة للأمة، ومن أهدى الأمة للأمة. واكشف عنا وعنهم الظلمة والنقمة، وعجل لنا ولهم بالخير والرحمة. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا ما نظرت إليهم سكن غضبك في الدنيا والآخرة، وافعل اللهم مثل ذلك بآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأقاربنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أوصانا ومن له حق علينا. وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.